كنوز اف ام. تلفاز ترمضان. مرحبا بون نجي، ما تسلمش في الكوموند باش تعدلوا قاية الفرجة وتسكنوزة مع المسلسلات. اليوم باش نمشي والقناة حنا بعل اللي اختارت ترجع رمضان السنة مسلسل درامي اسمه الريسكو يتعادى مع 9 غربع. مسلسل هذا سيناريو وحوار محمد علي دمق واخراج نصر الدين السهيلي وبطولة عاطف بن حسين، صالحة النصراوي ومحمد علي بن جمعة. الريسك يعطينا صورة على الفساد وأنواعه وكيف بعض الشخصيات تولي تحب تنتقم وتصفي حسابات قديمة. في أول حلقة نلقاه في اللقطات الأولى عاطف بن حسين راقد في السبيطار، ومحمد علي جمعة وصالحة النصراوي اللي تلعب دور مريم دايرين بيه ويستناو فيه باش يقوم. لكن في عيد ميلاد مريم يظهر لنا اللي هما بالعكس متفاهمين مع طبيب باش يقتلوه، ويظهر اللي هو مات موتة طبيعية. مريم بعد تتراجع في قرارها كي تسمع اللي جمال ساسي اللي يقوم بدور سعيد الغراب يحب يقتل عاطف بن حسين اللي مازال حتى لتوا دوره مجهول، وتولي تحب تعرف شنية علاقتهم ببعضهم وعليه يحب يقتلو. مازالت الامور ما وضحتش في المسلسل ومازلنا ما فهمناش شنية علاقة شخصيات ببعضهم. خليكم تفرجوا فيه باش تفهموا الحكاية، وباش تشوفوا فيه زيد الممثل التركي سليم بايركتر اللي تعرف بسمبو الاغا في حريم السلطان. هذه تلفاز رمضان اليوم، وبنا تقلكم بسلامة وفرجة طيبة. تلفاز رمضان.